ضم المعرض الفني للخط العربي الذي أقامته مديرية الثقافة بالتعاون مع اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين في الحسكة أعمالا فنية تشكيلية منوعة، وذلك احتفاء باليوم العالمي للغة العربية. اليوم كانت هناك محاضرة ومعرض لبعض الفنانين التشكيليين في الحسكة من المغتربين ومن الموجودين في القطر. كانت المحاضرة عن تاريخ الخط العربي، ومشاركة أيضا جميلة، أكثر من 18 أو 20 لوحة كان موجودة في المعرض لأنواع الخطوط كافة. لوحات طبعا حروفيات والخط الثلث، والأجمل لي أنه تحول الخط إلى لوحة تشكيلية. اشتغلت الحرف العربي أو الكلمة بالإطار التشكيلي، دخلت فيها الألوان والتداخل ضمن طبعا تكوين معين وتشكيل معين. شاركنا بمعرض الخط العربي اليوم بمناسبة اللغة العربية، وأنا كان لي مشاركة محاضرة عن تاريخ الخط العربي. تحدثنا بهذه المحاضرة عن نشأة الخط العربي كحرف عربي منذ تأسيسه، يعني ما حكينا ما قبل التاريخ ولا قبل عصر الإسلام، من بعد عصر الإسلام، وتحدثنا أنه شلون تطور هذا الحرف من مرحلة لمرحلة إلى أن وصل إلى شكله النهائي وحروفه النهائية وجمالياته وقواعده الخاصة. 20 لوحة فنية استضافتها قاعة المعارض في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، شارك فيها عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين من أبناء المحافظة، امتزج فيها الفن التشكيلي بفنون الخط العربي بأصنافه. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.